بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الإبل. قال: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة. هذا من المواضع الذي تخرج فيه الزكاة من غير جنسها. والأصل أن الزكاة تخرج من جنسها، هذا أحد المواضع التي أباح الشرع أن تخرج من غير جنسها. فالإبل إذا بلغت خمس رؤوس تخرج شاة، يشتري شاة من الغنم ويخرجها، وإن كان معه شاة أخرجها. قال: ثم في كل خمس شاة. ما معنى هذه العبارة عندك؟ يعني إذا بلغت عشرا كم عليه؟ عليه شاتان. إذا كان عنده سبع رؤوس من الإبل كم عليه؟ شاة واحدة، يعني تستمر عليه شاة حتى إذا بلغت العاشرة أخرج شاتين. فإذا بلغت 25 معناه تستمر في كل 50 شاة، فيستمر عليه شاتان إلى أن يملك 14 عليه شاتان. فإذا بلغ 15 كم عليه؟ 3 شياة. ثم على ذلك حتى يملك 20 فعليه 4 شياة، ثم على ذلك حتى يملك 25 فعليه كم؟ 5 شياة. لا، جاء فيها فريضة أخرى وهي الذي ذكرها. فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون. إذا بلغ 25 فالزكاة من جنس الإبل، الخمسة والعشرون فيها ابنة مخاض، أي التي الأنثى من الأنثى من الإبل التي بلغت سنة ودخلت في الثانية. وابن لبون أي ذكر من الإبل قد بلغ سنتين، قد استكمل سنتين ودخل في الثالثة. قال: وفي 36 ابنة لبون. معنى أن الفريضة تبقى على الأولى لا تتغير حتى يملك 36. وفي 36 ابنة لبون، الأنثى التي استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. وفي 46 حقة، التي بلغت التي استكملت 3 سنين ودخلت في الرابعة. وفي 61 جذعة، التي استكملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. وفي 76 بنتا لبون، أي اثنتان. ماذا قلنا في ابنة اللبون؟ كم عمرها؟ استكملت سنتين ودخلت في الثالثة. وفي 91 حقتان. ماذا قلنا في الحقة عندك؟ استكملت 3 ودخلت في الرابعة. إلى 120، أي تستمر الفريضة حقتان إلى 120. فإذا زادت ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. بالزيادة من فوق 120. المائة والعشرون فيها حقتان، فمائة وإحدى وعشرون ماذا فيها؟ أنا الذي سيجيب عندك عياش.
لأنه قال هنا قال في الحديث فإذا زادت يعني على 20 أو 100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. نعم لحظة ننظر الحديث نتأكد من لفظ الحديث. نعم قال في الحديث فإذا زادت على 20 أو 100 ففي كل 40 ابنة لبون فمن ملك 121 زادت واحدة الآن، ثلاث بنات ثلاث ففي كل 40 بنت لبون، ثلاث بنات لبون. من بعد 20 و100 نرجع نحسب العدد، نحسب العدد كاملا، كم فيه 40 أو كم فيه 50. الآن 121 فيها 43 في كل 40 ابنة لبون، إذن عليه ثلاث بنات، عليه ثلاث بنات لبون. استمر على ذلك فإذا بلغت 130 عندك مهدي لا تتغير عندك براين حقة وبنتا لبون، البنتا اللبون تساوي 80 والخمسون الأخرى فيها حقة، 130 فيها 40 وفيها 50 في كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. تستمر الفريضة على ذلك حتى يملك 140. كم في 140؟ حقتان وبنت لبون. وتستمر على ذلك حتى يملك 150. كم فيها عندك مجاهد؟ ثلاث حقاق. تستمر على ذلك حتى تبلغ 160. كم فيها عندك عبد الرحمن؟ أربع بنات لبون، حسنت. تستمر على ذلك حتى يملك 170. كم فيها عندك؟ حقة وثلاث بنات لبون. تستمر على ذلك حتى يبلغ 180. كم فيها عندك إبراهيم؟ حقتان وبنتا لبون. فإذا بلغت 190 عندك ثلاث حقات وبنت لبون. فإذا بلغت 200 عندك عبد الرحمن أربع حقاق أو خمس بنات لبون، يختار أربع حقاق أو خمس بنات لبون، وعلى هذا يقاس. قال الشارح عفى الله تعالى عنه قوله إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاه ثم في كل خمس شاه، هذا الذي سيذكره الشوكاني كله يعني في هذا الباب وفي الباب الذي بعده كله مذكور في حديث أنس رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وأبي داود قال هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطي. المقصود أنه سئل بغير حق ليس عليه ذلك، فإذا ألزمه هو الوالي الظالم ما يعطي ولو يقاتل على ذلك، لأنه قال ومن سئل فوقها فلا يعطي. من يجيب عنده؟ نعم، المقصود هنا أن الساعي إذا طلب أكثر فلا يعطيه، و إذا حاكمه سيرجع إلى الوالي ويعلم الوالي أن الساعي ظلمه. أما إذا كان الوالي نفسه هو الذي يظلم الراعي يفوض أمره إلى الله، ما هناك مقاتلة مع ولي المسلمين. قال ومن سئل فوقها فلا يعطي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 5 شاة،
فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. ماذا قلنا في بنت المخاض؟ كم عمرها عندك أكرم؟ ابنة المخاض استكملت سنة ودخلت في الثانية. ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. هذه اللفظة تدل على أنه ما يؤخذ ابن لبون ذكر إلا إذا لم يجد ابنة المخاض. فالمقدم في الفريضة ابنة المخاض، فإن لم يكن معه أخذ منه ابن لبون. أيهما أغلى ثمنا، الإناث أو الذكور في الإبن؟ الإناث أغلى بلا شك، ناقة. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة فروقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و 100 ففيها حقتان طروقة الجمل. فإذا زادت على 20 و 100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. من ظروف حفظ الحديث، إذا حفظت الحديث ستعلم هذه الأحكام كلها. لأن الأحكام الشرعية مبنية على حفظ الأدلة، الإنسان يجاهد نفسه على الحفظ، حفظ القرآن وحفظ السنن، حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا حفظت هذا الحديث علمت أحكام زكاة الإبل وأحكام زكاة الغنم وأدركت أحكاما كثيرة. فإذا زادت على 20 و 100 ففي كل 40 ابنة لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. من ملك 4 رؤوس من الإبل كم عليه؟ عندك مهدي؟ ليس على شيء. هذا الحديث صريح في هذا. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليست فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة وصدقة الغنم في سائمتها. ما معنى في سائمتها؟ ما هي السائمة؟ عند من؟ ما هي السائمة؟ الذي رفع يده هناك، الذي ترعاه من نعم من غير تعب من الجبال والوديان غير المعلوفة التي يتعب صاحبها ويذهب ويجلب لها العلف أو يزرع لها علف، السائمة التي ترعى من المباح من الوديان والجبال دون تعب من صاحبها، فمقابلها المعلوفة، السائمة مقابلها المعلوفة التي تحبس وتعطى علفها، إما أن يذهب ويجلب العلف إليها أو يشتري لها العلف. وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة شاة. إذن اشترط في الزكاة المواشي أن تكون سائمة، فإذا كانت معلوفة فليس فيها زكاة. المعلوفة ليس فيها زكاة، الزكاة في السائمة التي ترعى المباح. وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة شاة. فإذا زادت على 20 أو 100 صدقة الغنم تبدأ الفريضة من أي عدد؟ من 40. إذا ملك 40 فعليه شاة، وتستمر الفريضة على ذلك حتى يبلغ ماذا؟ 20 أو 100. فإذا ملك 20 أو 100 عليه ما زالت عليه شاة. فإذا زادت واحدة زادت ماذا؟ تتحول الفريضة إلى شاتين.
فإذا زادت على 20 أو 100 إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. المئتان والخمسون كم فيها؟ عندك عبد الوهاب شاتان. والثلاثمائة كم فيها؟ 3 شياة. إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة. إذن حتى 250 فيها 3 شياة. 250 3 شياة. 300 3 شياة. 350. عندك. نعم، نرجع إلى حساب المئات. 350 فيها 3 شياة. فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. 350 كم فيها 100؟ 300. والخمسون كسر. إذن تستمر إلى 390 فيها 3 شياة. 399 كم فيها؟ 3 شياة. والأربعمائة 4 شياة. إذن أكبر كسر في مواشي الغنم، أكبر وقص ما بين الفريضتين، ما بين 201 إلى 400. 201 3 شياة، و399 3 شياة. الوقص كبير، أكبر وقص. الوقص هو ما بين الفريضتين، ما بين الفريضتين أكبر وقص في المواشي هو هذا الموضع. ما زاد على 200، نعم، من 201 إلى 399 كلها الفريضة ما تتغير. من 201 إلى 399 فيها شاه، فيها 3 شياة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.